حاليا مخير، تريد تستلم من احد المنافذ او تريد تستلم من المصارف الموجوده خصوصا الفرع الموجود داخل الجامعه. وبالاضافه لان اكو اي تي امات خارج العراق اذا انت حبيت تسافر تقدر حتى تودع فلوس داخل البطاقه مالتك وتستلم من خارج العراق. فهاي الخدمات يمكن يعني تقريبا 50% الخدمات هي مر عليكم وعارفينها مو جديده عليكم. واكو ناس انتم يعني ماخذين سلف هم اللي هم خلف رافدين حتكونوا مرتبطين يعني بالسلف مع الرافدين. يعني لا واحد الذي حول غير مصرف لازم يسوي براءه دم وسدد اللي فهمته. فيعني بالنسبه للناس اللي عندهم سلف. ما ادري اذا عندكم اي استفسار بخصوص الموضوع. الحمد لله. 2009 واجهنا مجموعه مشاكل بالصراف الالي. الصراف الالي يعني انت تقول لي ليش ما تعتمد لان العالم كله يستخدمه من التسعينات. بالعالم خارج العراق من يستخدمون الصراف الالي؟ من يستخدمون حتى لو يستلمون رواتبهم؟ بالخارج يروح سوبر ماركت، يروح مطعم، يروح بنزين ثاني، يروح يلقي فلوس عن طريق البطاقه، يدفع كله الكتروني. يوم اللي يحتاج 10 دولارات، يحتاج 100 دولار، 50 دولار، يروح للصراف الالي ويسحب. يعني الصراف الالي ما يتحمل الكم الهائل من المبالغ، يعني هذا الصراف الالي ممكن اذا خلصت المبالغ مالته لازم الموظف مرة ثانية يجي يعبي فلوس داخل هذا الاي تي ان وتتكرر هاي العملية. طبعا هم مالين اكو صارت عندنا مشكلة انه اكو ناس ما تعرف تستخدم الصراف الالي، ممكن تغلط الرقم السري 3 مرات، تنبلع البطاقة مالته داخل الجهاز ويضطر مرة ثانية يخبر الموظف انه يطلع له البطاقة مالته. ممكن عند استفساح العملات ماكو احد يقدر باله، فاحنا فكرنا ان ليش نخلي الصراف الالي تواجهنا هاي المشاكل كلها؟ خلي موظف موجود اكو جهاز يطلع فلوس حتى الموظف البسيط او الموظف اللي ما يعرف يجاوب على اي استفسارات عنده على العملات على المبالغ يكون اقباله شخص حي مو هو ما يعرف شو يسوي اقبال الاي تي ام. فهاي الفكره انه ليش مصرف الرافدين خلال هاي الفتره 2007 ليش صار نستخدم الصراف الالي؟ ولا ممكن بالكليات يعني كل كليه فيها منفذ؟ هو موجود مصرف الرافدين يعني انت تقدر تستلم مصرف الرافدين والمبالغ مالتك عن طريق البي او بس. هسه مصرف الرافدين موجود بالجامعه واحد بس. نعم. ما عنده منافذ. اي سالي المهم هو مصرف الرافدين ممكن يعزز اجهزه اكثر. مصرف الرافدين فرع جامعه بغداد الاستاذه سيناء محسن تتفضل. مشكور. مجاني 5 بابا السلام عليكم. السيد مدير المالية الدكتور محمد العزاوي المحترم، سيداتي سادتي، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أخفيكم كم تلعثمت وتاهت بين ذاكرتي المفردات وتبعثرت تحت مداد قلمي الكلمات. كل ذلك عندما أتصور وقفتي هذه وأنا أصدح بصوتي أتكلم لسيادتكم عن اسم له من العمر الطويل والتاريخ العظيم، له صولات وجولات في عالم المال والبنوك العالمية والإقليمية والمحلية. ذاك هو مصرف الرافدين. نعم، الرافدين، دجلة والفرات. سيبقى هذا الاسم ما دام في الشقين جريان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كلي فخر واعتزاز، وأنا اليوم أحدث نفسي بأني جزء من ذاك التاريخ والاسم الكبير. نحن اليوم قد أقبلنا على عام جديد وحكومة جديدة، وكلنا أمل بأن يشد بعضنا سواعد بعض وأن نقدم أفضل الخدمات وأرقاها للمواطن العراقي وللمجتمع بأكمله.
وعلى جميع الأصعدة الخدمية والعمرانية والمالية والاقتصادية بشتى نواحيها الصناعية والزراعية، ومن خلال ترسيخ المفاهيم المتعلقة بإطار الشمول المالي لكافة الخدمات. ويرجع اسم بلدي العراق كريح خيل يسابق الزمن ويشق غباره عاليا شامخا في مصاف الدول المتقدمة. كل هذا لن يكون حتى ندرس المشكلات الحقيقية والعلاج الناجع، ونضع الخطط والدراسات الاستراتيجية لتنفيذها بالطرق العلمية والأكاديمية. وأنا وأبناء شعبي قد وضعنا ثقتنا بكم، فأنتم المسؤولية. أهلاً وعنوانا. شاكرين تعاونكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكيد راح يتقدم سيد رامي مدير مبيعات الشركة العالمية للبطاقة الذكية لتقديم الخدمات، وإذا عندكم أي استفسار إحنا حاضرين وياكم. السلام عليكم. تحية طيبة لجميع الحضور الكرام، تحية للقائمين على هذه الندوة. اليوم راح أحكي شيء بسيط عن خدمات مصرف الرافدين. تأسس مصرف الرافدين سنة 1941 وباشر أعماله كأول مصرف حكومي يمارس الصرف التجارية بالعراق. وبسنة 2007 بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية بدأ بالدفع الإلكتروني. كانت بداياتها مع شريحة المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ونازحين الطوارئ، ثم امتدت إلى باقي الوزارات وبعض الدوائر الحكومية وغير الحكومية. طبعاً يفتخر مصرف الرافدين بامتلاكه أكبر فرح مالي ومصرفي بالعراق ب 600 مليار دينار عراقي، ووداع أصول المالية لجوزة 900 تريليون دينار عراقي. وكذلك يفتخر مصرف الرافدين بامتلاكه أكبر شبكة انتشار صرف بالعراق، 10,000 جهاز منتشرين في جميع أنحاء العراق، والانتشار انتشار مدروس. يعني اليوم تلقى بكل مكان أكو منفذ صرف أو فرع مصرف رافدين، سواء بالقرى أو الأرياف، محافظات كردستان، أي مكان راح تلقى منفذ يستثمر رواتب مالتك الحين. طبعاً أهم الدوائر الموطنة مع مصرف الرافدين هي وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، أكثر شركات وزارة الصناعة والمعادن، كذلك أكثر شركات وزارة النفط، وكذلك المؤسسات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية. طبعاً مصرف الرافدين هناك 164 فرع منتشرين في جميع أنحاء العراق. طبعاً الخدمة مو جديدة على مصرف الرافدين، كانت قبل بطاقة الكيكر التي تستعملوها عن طريق البصمة الإلكترونية. اليوم مصرف الرافدين يقدم الجيل الثالث من البطاقات اللي هي بطاقة الماستر كارد وفق أحدث التقنيات. طبعاً بطاقة الماستر كارد الخاصة بمصرف الرافدين هي تخضع لبروتوكول الـ EMV. الـ EMV هو أكثر حماية من التهكير والاحتيال والنصب. معناتها EMV هي اختصار شركة اليورو باي والفيزا كارد والماستر كارد، اتحدت هذه الشركات ولغت الشريط الممرض اللي كان موجود بطاقة الماستر كارد اللي كنا نعرفه من يشترون أو يدفعون فلوسهم، كان هذا قابل للاحتيال والتهكير. اليوم اللغة تعتمد على الشيب الموجودة داخل بطاقة الماستر كارد، فالبطاقة محمية اللي يسأل إنه هل ممكن تتهكر أو لا. طبعاً كل بطاقة ماستر كارد مصدرة هي ترتبط بحساب مصرفي تابع لمصرف الرافدين. وسقف السحبة لهذه البطاقات هو 2,000,000 دينار لليوم الواحد، 750 للسحبة كلها حسب قرارات البنك المركزي. يعني اليوم أنت إذا راتبك مثلاً 1,500,000 تسحبها 750 بعد 750 لحد 2,000,000، وإذا كان 3,000,000 تسحبها على اليوم اللي بعده. هاي كل المصاعد حسب قرارات البنك المركزي. طبعاً البطاقة الماستر كارد الخاصة بمصرف الرافدين هي مقبولة جميع أنحاء العالم. شكل جهاز ATM أو POS يقبل الماستر كارد، راح تقدر تشتري عن طريقه أو تستلم فلوسك، فتكون الجهاز ATM قابل للسحب عن طريق الماستر كارد. تقدر تستعين عن طريق البطاقة، تقدر تسحب جزء من الراتب، كل الراتب، تقدر تشتري عن طريق البطاقة من السوبر ماركتات، المطاعم، سواء بالعراق أو خارج العراق. فكل هذه الخدمات تقدمها مصرف الرافدين.
طبعاً بالإضافة إلى هذه الخدمات الإلكترونية، مصرف الرافدين يقدم خدمة السلف والقروض. يفتخر مصرف الرافدين بتقديم السلف الإلكترونية بدون كفيل. قبل كان الواحد يريد يقدم على سلفة يضطر يروح للمصرف ويجيب كتاب رسمي من الدائرة ومراجعات، وممكن العملية تطول من شهر إلى شهرين. اليوم أنت يمكن بيدك الموبايل تدخل على الرابط الخاص، راح تدخل التفاصيل مالتك، راح يقول لك أنت مشمول بالسلفة. بعدها تدخل التفاصيل مالتك، راح يقول لك أنت قدمت على السلفة. يعني خلال أسبوع أو أسبوعين بالزايد راح تنزل السلفة على البطاقة مالتك، سواء 5 ملايين أو 10 ملايين. طبعاً هي سلفة 5 ملايين و 10 ملايين هي لمدة 60 شهر اللي تدفع عن طريقها، فائدتها 9% سنوية ثابتة. بالإضافة إلى السلف الإلكترونية هناك قروض المشاريع الصغيرة اللي هي 15 مليون و 20 مليون، وكذلك قروض السيارات من 20 مليون إلى 40 مليون، وكذلك قروض مشروع بسماية السكني اللي هي لشقق 100 و 120 و 150 يقدمها من 75 مليون إلى 105 مليون. وطبعاً هناك أكو شيء اسمه سنتر مكتمل، هذا مركز متكامل مكون من 3 طوابق، تقدر تجهز بيتك عن طريقه كله عن طريق الأقساط اللي مكون من أجهزة كهربائية، أثاث، أجهزة منزلية، كلها موجودة وتقدم عن طريق الأقساط عن طريق هذه إضافة للماستر كارد الخاصة بك. نجي للعرض التجاري. طبعاً هي سعر بطاقة ماستر كارد الخاصة بمصرف الرافدين للدوائر الجديدة هو 25,000 دينار، بس الأشخاص اللي عندهم بطاقات كي كارد وأنتم عندكم بطاقات كي كارد راح يكون سعر المخفض هو 10,000 دينار. طبعاً اليوم الحلو شنو بي؟ إنه أنتم ما راح أخذ من عندكم بعد بيانات، يعني ما راح أحتاج أوزعكم استمارات وتأخذون البيانات وننتظر نلمها، تاخذ وقت كلش طويل. بياناتكم كلها موجودة محفوظة يمين. يوم اللي انت تنوي توطن راتبك على مصرف الرافدين البطاقه راح تجيك خلال اقل من اسبوع على الدائره مالتك او المكان اللي تداوم انت بيه، يجيك بضعفين، طرف بطاقه الماستر كارد وطرف الرقم السري الخاص بك، تستلمه انت بدون ما تروح وتراجع وتتعب نفسك. بالنسبه للعمولات، عموله رفع الراتب هي 1000 دينار زائد عموله اداره الحساب 2500 دينار، تصير 3500. هذا إذا أنت حبيت تستلم من أحد فروع مصرف الرافدين سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة. بالإضافة إلى أقول خدمة إضافية، خدمة المنح اللي تعرفوها عندي، هذا موجود بعد أوقات الدوام الرسمي، قيام العضلة الرسمية.